اسمع مني، مع المعالجة النفسية والأستاذة الجامعية ديالا عيتاني، صباح الخير. صباح النور. I miss you. أنا كمان. شو أخبارك؟ الحمد لله. وأنت؟ إن شاء الله هالسنة هيك تكون مبلشة بأقل صعوبات وضغوطات على كل العالم وعلينا، أو بطرق جديدة لنقدر نتأقلم. صحيح. مع الضغوطات اللي عم تتكاثر كتير، يعني عدة أنواع ضغوطات عم تكون على العالم، إن كان ضغوطات عامة على الكل مثل الضغوطات اللي مرقنا فيها الكورونا، بعدين خوفونا بأوباء وأمراض أخرى، بعدين الأوضاع الاقتصادية، الحروب اللي صارت اللي أثرت علينا كلنا، هالضغط اللي بتحسه بعدة بلدان، التغيرات عم بتأثر على كل شخص. عنا كمان الضغوطات الشخصية، يعني الأشخاص اللي صار بدهم يهجروا، الأشخاص يلي فقدوا عملهم، يلي حابين يطوروا عملهم وما قدروا، يلي صار في تغيرات بحياتهم، إن كان فقدوا شخص أو خسروا شيء معين أو ما قدروا يحققوا بعض الأهداف، أو حتى صار في مشاكل عائلية، طلاق، صار في تغيرات كبيرة أثرت حتى الزواج، نوع من التغيرات والضغوطات بالرغم من أنه إيجابي. في عنا كمان الضغوطات اليومية يلي بنمرق فيها كل يوم، إن كان مشاكل يمكن بالعمل، مشاكل مع الأشخاص اللي منحبهم، عنا الأمور البسيطة الصغيرة، العجقة، التفكير كيف بدنا نمرق نهارنا. فهول الضغوطات كلها سواء نحن واعيين عليها أو لا، انقطاع المي، يعني في كتير انقطاع الكهرباء، كل هيدا الضغوطات الحياة ديالها. بس نحكي عن ضغوطات الحياة، هي مجموعة من الشخصي، من الأشياء اللي بناخدها من مجتمعنا القريب، يعني عائلتنا، حبيبنا، حبيبتنا. صحيح. رفيقنا، رفقاتنا، المجتمع الأكبر بشغلنا، بنطاق عملنا، والضغط الأكبر على صعيد الوطن، على صعيد المجتمع يلي بننتمي لإله. واليوم كمان صار فيه هم آخر، هم عالمي، يعني اليوم كل شيء عم بيصير، يعني الحرب مثلا، بحرب روسيا على أوكرانيا مثلا، أثرت على كل الناس بطريقة أو بأخرى. اليوم بضغوطات الحياة كيف فينا هيك نتطلع لها، كيف فينا نوقف على إجرينا ونكون صلبين بمواجهة كل هالأشياء اللي هيك يعني عم بترشتنا؟ أنا وقت أبلش بمعرفة أنه في ضغوطات كتير، مزبوط كتير أمرار الحياة ما لح أقدر، قد ما حاولت أعمل بلانينج وكون عم ركز على الأمور، في أشياء أنا ما بقدر أغيرها. وبالتالي كتير أشخاص بيفكروا، إذا فكروا كتير بالأمور وصار في هالسيناريو براسهم وصار في قلق ومحاولات أنه يكون كل شيء أندر كنترول للمستقبل، مثل كانوا عم بخففوا الضغوطات. ولكن فعليا إذا أنا بقدر فرق بين الأمور اللي أنا بقدر أغيرها والأمور اللي أنا بدي أتقبلها، هيدي أول نقطة بالمايندسيت طريقة التفكير اللي أنا بدي أجرب فرق بين هول الاثنين. الأمور اللي بدي أفكر فيها كتير وأعطى الهمة وأنا ما قادر أغيرها ومش بإيدي، حتسبب لي قلق أكتر وتوتر، بينما الأمور اللي حأنسى أعطي قيمة أكبر للأمور اللي أنا بقدر أغيرها. هلأ لأعرف أنا أنه في أمور بدي أغيرها، بدي أجرب شوي كون جاهز لهالضغوطات على قد المستطاع. يعني أنا إذا حاسس دايما عندي مشاكل وهموم ومش عم بحكي عنها وعم بكبتها وما عم بعبر عن مشاعري، بوصل لمرحلة خلص النقطة الصغيرة حيالة مشكلة صغيرة حتهدني، بوصل لبيرن أوت كتير كبير. وبالتالي أنا إذا بقدر بلش شوي انتبه كيف هالمشاكل عم بتأثر علي وشو هي المشاعر اللي عم تكون ناتجة عن هالمشاكل الكبيرة. أمرار كتير مهم إنه نقدر نعبر عن المشكلة ونعبر عن المشاعر. يعني أنا اليوم تعبان، مضايق، حاسس بتوتر سببه يمكن فقدان، سببه قلة ثقة، سببه اكتئاب من أو خزلان من أشخاص معينة. هالانتباه والوعي والمايندفولنس كتير بيعطي نوع من هيك الجهوز والشعور بالثقة والشعور ببعض الاطمئنان، إنه رغم كل الظروف أنا بقدر كفي شوي لأنه عندي وعي، عندي إدراك، عندي تعبير عن المشاعر. نفس الشيء لكيف أنا بدي أنظر للأمور بالحياة. أنا اليوم إذا بعرف أولوياتي بحياتي، ساعتها المشاكل اليومية بتخفف أقل، وبالتالي أنا عارف أنه يمكن أهم شيء بحياتي عائلتي. وقتا يصير في مشكل مع صديق، بعرف أنه أوكي بس على القليلة بعرف عندي امتنان بالعائلة. اليوم إذا عارف أنه أنا بركز كتير على الكارير وشغلي، ولكن بنفس الوقت في أمور مأخرتني، بقرر شو الأمور اللي أنا بدي أرجع ركز عليها
لحتى أقدر أرجع أكمل. هل أنا بحاجة لصبر؟ هل أنا بحاجة لمرونة أكثر؟ هل أنا بحاجة لبعض الأمور والسكيلز اللي بدي أتعلمها؟ وهون نقطة كتير مهمة بوصلها كمان، اللي هي كيف بدي أقول لدماغي أنه أنا عندي حب الاستطلاع. التعليم والتعلم وحب الاستطلاع بيعطي نظرة إيجابية للدماغ، بيعطي أنه الأمور منا فيكست، أنه أنا بقدر غير، بقدر أطلع. مجرد أنه في عندي أمل التغيير، في عندي أمل التطور، ساعتها بيعطيني ثقة أكبر، بيعطيني مرونة، وبيعطيني نظرة مختلفة للأمور الكتير اللي بتخليني شوي شوي كمان أقدر انظر للمشاكل، حط لها حجم معين، ما فوت كتير بهالتضخم والتشوهات الفكرية اللي بتأثر علي وبتخليني ركز هلأ على الحاضر. هل أنا بقدر لاقي حل بهيدي اللحظة؟ إذا ما بقدر لاقي حل، هل بقدر أقبل بعض الأمور بدل ما أقعد أفكر فيها كتير وأوصل لإكتئاب أو أندم على بعض الأمور؟ هل بقدر أقبل بعض المشاعر؟ فإذا أي نوع حل بقدر لاقيه، سوليوشن حل أو إيموشن فوكس، يعني مشاعري كيف بدي أتقبلها، أو بدي أجرب ما يعني ما بدي أهرب منها بالطرق اللي بتأذي الشخص. طبعا المواجهة بدها تكون بالمايند فولنس، ان يكون عم بقدر ركز على الحاضر، اقدر اكون مايندفول بالاشياء الايجابيه، الاشياء الحلوه، الاشياء اللي لازم ركز لكون منتج من خلالها. شو اللي بيساعدني لحتى اكون حاضر بافكاري، بذهني، بعملي، بطاقتي، بمشاعري؟ وشو اللي بيخليني هيك ديستراكتد او اكون عم ضيع شوي؟ وكيف لازم ارجع جلس هيك لكون مركز؟ مزبوط. امرار مثل نلتهي باليوميات كلها وبيصير في مشكله ورا مشكله، نحن ما لنا منتبهين لامرار، بنهرب من المشكله بدل ما نجرب نواجهها. امرار بنحس حالنا لا، المشاكل كبيره، بننسى انه نحن كان في مشاكل قبل قدرنا نتغلب عليها، بننسى انه عندنا قدرات، عندنا ثقه بنفسنا، عندنا بروف انه نحن بنقدر نتخطى هالامور. هالمشاكل كلها اللي نحن عقلنا بيمشي بكثره التفكير، بتضخم الامور، بهالاول اورنان، يعني كل شيء مش ظابط، الطريقه السلبيه اللي بنحكي فيها مع حالنا، امرار ما بقى بقدر، الحياه كثير قاسي علي، عم كل الايام صارت مثل بعضها، ما بقى عندي هدف، هو اللي العقل دغري بيصدقهم، وبالتالي بوصل لمحل في تشتت، في كثره تفكير، في قله ثقة، في helplessness، يأس من حياتي، يأس من انه انا اطور شيء، وما بكون عم بقدر كون جاهز شوي للصعوبات، لاقدر كون جاهز شوي لبعض الصدمات، لاقبل انه امرار كثير انا بخطط بس الامور ما بتكون مع الاسف مثل ما انا خططت لها. بدي اجرب اشتغل شوي اكثر يوميا، شوي شوي، 5 دقائق مثلا اول نهار على البريذنج تكنيك. ليه؟ لانه انا وقتها اتنفس اكثر بعطي اكسجين لدماغي، وبالتالي بقدر فكر بطريقه شوي واقعية أكتر، بقدر خفف شوي من المشاكل ومن التعصيب. كتير أمرار بيصير في مشكلة من عصب، بنقول كلمات كتير بتأثر علينا، فأنا بس هدي شوي دماغي، بخفف شوي من السترس تاع الأميجدالا، بروق شوي، بكون عندي وقت أوصل يوميا، وقت أوصل شوي على المشاكل بقدر أنه واجههم بطريقة عدوانية أقل. نقطة تانية فيني أعملها أنه أنا انتبه لأفكاري، وهون لأنه نحن يومياً عنا هالتفكير اللي عم بيأثر علينا إن كان بالوعي ولا باللاوعي. فإذا أنا بقرر نهار بدي أتذكر شيء إيجابي صار معي، وهون عم بعطي جهد لحتى دماغي يرجع يفكر بطريقة إيجابية. إذا أنا قلت اليوم بدي أكتب هالشغلة الحلوة اللي صارت معي، بدي أرجع عود دماغي انه انا بدي انتبه للامور اللي انا ممتنن لها، للامور الحلوه اللي فيه، للامور اللي انا تعلمتها وانا قادر تعطيني هالثقه بالنفس لحتى اقدر واجه. النقطه الثالثه اللي بدي ارجع شوي شوي استحضرها، هالمديتيشن او الريلاكسيشن تكنيك او تكنيك الريلاكسيشن للمسلز، لحتى خفف شوي من التشنج، من التوتر، لحتى اقدر فضي اذا بدك هالنيجاتيفيتي، وكون جاهز اكثر لانه كل يوم اقدر عندي هالطاقه الايجابيه انه اقدر كمل حياتي، وانتبه للامور الايجابيه بحياتي اللي هي عم تعطيني حافز انه اتغلب على الصعوبات. عندنا كثير اشخاص ده الريزولوشنز اللي بنحطه، لانه دائما على السنه الجديده بنقول نيو يير، في كثير عالم بيقولوا، مش انا، في كثير عالم بيقولوا نيو يير نيو مي، بوقت انه لا، نحن بنبقى نفس الشخص بس تاقلمنا مع الامور، البعد يلي بيصير عنا إياه لحتى نعالج الأشياء، النضج يلي منكتسبه
على مر العلاقات، السنوات، الأشهر، المشاكل، الأشياء الحلوة يلي منمر فيهم، منقدر نوصل لخلاصة جديدة. كيف الواحد فيه يتجدد؟ كيف الواحد فيه يتأقلم؟ والواحد to unstuck himself، يعني يشيل حاله أو يطلع حاله من يلي هو علقان فيه، خليني أقول ذهنيا، فكريا، وحتى بسيكولوجيا. بلشت بقرار، أنا أخذ قرار اهتم بصحتي النفسية، أخذ قرار أنه بعرف أنه في ضغوطات أنا ما أقدر أغيرها، ولكن أنا بدي أشتغل على حالي، كيف أقدر أنبسط باللي أنا فيه قد ما فيه، بدي فرق. أنا بعمل بشتغل على أنه أنا أطور ذاتي، بشتغل على أنه أحسن علاقاتي، ولكن في أمور ما بقدر بقى أتوتر وخلي هيك الوقت يمرق أنا ومعصب منه. بلشت بقرار، بلشت بانتباه الأفكار، لأنه دائما يوميا أفكارنا عم بتأثر علينا، عم بتأثر على مشاعرنا وعلى تصرفاتنا. بالأشخاص اللي حوالينا كتير أمرار، الأشخاص السلبيين يلي بيكونوا هني منهم طموحين، بيأثروا علينا بطريقة سلبية، بيضيعوا لنا وقتنا، ما بيكونوا مؤمنين بقدراتنا. فهون شوي واحد بنقي الوقت كيف بده يمضيه، لأنه كتير بيأثر على هيك النهار كيف بيمرق أولوياتنا. يعني أنا اليوم إذا برجع بكتب أول النهار أولوياتي، بعرف هل أنا حابب حط هدف واحد حققه، ولكن الهدف بده يشبهني، بده يشبه شخصيتي، وبدي أنا أكون عارف اشتغل على مين أنا. أنا إذا اليوم حاطت استيغما لحالي أنه أنا شخص كسول أو ما قلي جليدي أو مني طموح، وقررت أنه غير وقدم على شغل، ما رح يمشي الحال، لأنه حيكون في فرق كبير بين الشخصية اللي أنا عليها أو مين أنا شايف حالي فيه والهدف. صار فيها الكوجنيتيف ديسونانس بنسميها، الفروقات الكبيرة، صارت صعبة أنه أقدر أوصل للهدف. وبالتالي بدي أرجع شوي انتبه للأيدنتيتي. أنا إذا كل الوقت حاطت ستيغما سلبية على حالي، أنا ما بحب، ما الجليدي، ما عندي هالطموح، ما رح أقدر حط أهداف أقدر أوصل له. والأهداف بدها تكون واقعية لحتى ما تأثر كمان سلباً علي، وإرجع فوت بدوامتها ما عم يزبطوا الأهداف معي. أكتب هيدا الأهداف أو حطها قدامي to set my goals. يعني أوقات منحكي بأشياء بس لا منتبعها ولا منشوفها ومننساها أوقات. يعني أوقات بوعى الصبح أو بكون سيئ، بحط فكرة ببالي بقول يي لازم أعمل هيك، بدي أشتغل عليها، بدي أعمل هالتليفون، بدي أتابع هذا الإيميل، بشتغل بكل هذا النهار. فكيف لازم نشتغل لحتى نحقق، نتابع، ونكون عم نحط بلانينج مثل حيالله شيء بشغلنا، بعلاقاتنا، بكل شيء. بلانينج حاليا بس أنا بدي أرجع أشوفه كل شهر، لأنه كتير أمرار بنكتبهم وبننساهم بعدين، نلتهي وخلاص، أو برجع بثبت لحالي أنه لا أكيد ما رح يزبطوا. بدي أحط بلانينج، بدي أرجع أنتبه له أيمتى، أي نهار، شو السكيلز اللي أنا بحاجة لها. هل أنا بحاجة حدد وقت معين؟ يمكن أنا أولوياتي أشتغل على علاقاتي، يمكن أشتغل على أفكاري، يمكن بدي أكتبهم، ولكن بطريقة واقعية. بدي أنتبه أنه كل هدف فيه وراء أهداف صغيرة، ولكن أهداف تشبهني لحتى تحسن ثقتي بحالي ونظرتي لحالي. يعني بدها تكون بتلبق لشخصيتي، بتلبق لطريقة تعاملي مع الأمور. ما بدي أقارن حالي كتير بالباقيين، في أمور الأشخاص بطبيعتها عندها يمكن الطاقة، في أشخاص آخرين لا بدهم وقت أكتر، في نوع personalities هن رايقين شوي وقتها، وفي أشخاص عندهم anxieties. فوقتها يقارنوا حالهم بالأشخاص الآخرين بالعكس عم تعكس سلبا عليهم، و عم بيرجعوا يلوموا حالهم أكتر. وهون كمان نقطة مهمة اللي هو موضوع الفرق بين وقت أنا أعرف أخطائي، هل أنا عم بشوفهم بطريقة أنه أوكي هلأ بدي أبني عليهم، أو بدي غيرهم وبدي أشوف وين بقدر حسن بعض الأمور، وين بقدر جدد، أو أنا فتت باللوم والعتاب والندم وعلقان أكتر بالماضي، وفتت بهالفيش السيركل أو الدوامة السلبية يلي ما حتخليني أرجع أطلع بالأمور بطريقة مختلفة. بس شوي شوي، واحدة واحدة، أولويات أول شيء، تنظيم بعض الأمور، لأنه التنظيم بيساعد على تخفيف الستريس. فشخات صغيرة، يعني ما ضروري تكون فشخات كتير كبيرة لحتى أقدر شوي شوي أبني عليها. هيدا مفتاح أساسي بتخيل. صحيح. كل يوم شوي أحسن من أنه أنا اليوم بعمل كل شيء وبكرة بنسى أهدافي. اليوم بقول أنه أنا بدي أعمل كل هالتغيرات وبرجع بحسن لا أكتر، والعقل أصلا ما كتير بحب التغيير، بنسى أنه في أمور بتناسبني أو لا. وبالتالي هدف
معين، أولوية وحدة وحدة، تنظيم، لأنه بخفف من الضغوطات، بعرف أنه هو الضغوطات عم بتأثر علي، كيف عم بتأثر علي، هل أنا بحاجة أنه يمكن لبعض السبور، للموسيقى، لكتابة الأفكار، لهالتعبير عن المشاعر، وإذا ما قدرت هل أنا صار وقت أنه ألجأ لمعالج نفسي لحتى يقدر يساعدني أتخطى هالصعوبات أو أتعود عليها، أو انتبه أنه في عندي قدرات كتيرة بعد أنا ما مكتشفها وبعرف أنه بقدر أتعلم أمور جديدة تساعدني بالحياة. جلا عيتاني، شكرا لك انطلاقا من عملك كمعالجة نفسية وأستاذة جامعية، دايما بتعطينا الأمور بطريقة سلسة سهلة، على قد ما هي صعبة، على قد ما هي إذا تبعنا التقنية اللي عم تحكي فيها على قد ما بتصير عملية ومفيدة لحياتنا. شكرا لك ديالا، بنلتقي الأسبوع الجاي إن الله راد.